أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين في هذه الحلقة سنشرح بعض كلمات امير المؤمنين عليه السلام ونتامل في بعض كلماته صلوات الله وسلامه عليه لان كما قلنا لكم ان هذه تاملات وليست بشرح فمن انا ومن غيري حتى يشرح كلام امير المؤمنين سلام الله عليه من سن الفصاحه والبلاغه انما هي محاوله لفهم بعض هذه الكلمات القيمه التي تفوه بها سلطان البلاغه وامام الفصاحه الا وهو امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول امير المؤمنين عليه السلام اذا هبت امرا فقع فيه فان شده توقيه اعظم مما تخاف من يا لها من كلمة رائعة تبني الإنسان من الداخل. تنقل الإنسان من الحضيض إلى النجاح. من التأخر إلى التقدم. تنقل الإنسان من عالم إلى عالم آخر. كلمة رائعة. كلمة ينبغي علماء النفس يعكفوا على دراستها. واستلهام الحقائق منها. علماء الاقتصاد، علماء السياسه، علماء الحياه والطبيعه يستفيدون من هذه الكلمات الرائعه التي هي حقيقه مفاتيح للحياه وللسعاده. اذا هبت امرا فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه، غريزة الخوف موجودة في كل إنسان رجل أو امرأة وهي غريزة أو ميل أو طبيعة سميها ما شئت موجودة في نفس الإنسانية وهي تؤثر على سلوكه وعلى كلامه وعلى شخصيته اما بشكل سلبي او بشكل ايجابي قد تكون غريزه الخوف عامل هدم وعامل خساره وانحطاط للانسان وقد تكون عاملا لرفعه الانسان وبناء الانسان وصلاح الانسان الخوف السلبي هو الذي يصيب الانسان بالربكه ويصيبه بالتردد ويوقعه في الشك وعدم الاقدام ويدخله في الجبن ويمنعه من تجاوز العوائق وتحصيل النجاح وممكن ان يكون الخوف ايجابيا حينما يكون وسيله لاخذ الحيطه والحذر وطريقا لايجاد الوسائل التي تمنع الأخطار وتدفع الأخطار عن نفسه. فإذا الخوف غريزة لها وجهان، وجه إيجابي ووجه سلبي. أغلب الناس يقعون في الوجه السلبي فيكون الخوف مانعا له من التقدم ومن الرقي ومن النجاح ومن السعاده فتراه يتخبط في بعض الامور يرتبك يتردد يتقاعس يمتنع عن مواصله الدرب عن محاوله اقتحام الصعاب والعوائق فتراه بليدا وربما تراه ضعيف الذاكره ضعيف الثقه بنفسه نتيجه الخوف الذي استولى عليه فالخوف لا يمكن الغاؤه بل يمكن توجيهه نحو مركز القوه الحقيقيه التي ينبغي الخوف منها وهو الله سبحانه وتعالى او ما يرتبط بالخوف الحقيقي كالخوف من عقاب الله وسخطه كالخوف من عذاب الاخره كالخوف من عذاب القبر كالخوف من اثار وعواقب مخالفه الله ومعصيه الله هذا توجيه حقيقي للخوف راس الحكمه مخافه الله سبحانه وتعالى اما الخوف من الدخول في بعض المجالات العلميه او في مجالات الحياه او مواجهه العوائق او الاعداء او ما شابه ذلك فهذا خوف سلبي فلو اراد الانسان ان يتعلم سياقه السياره فيخاف من ركوب السياره فلا يتعلم السياقه ويبقى مئات السنوات لا يعرف السياقه لو يخاف صعود الجبال لا يمكن ان يكتشف الجبال ولا يمكن ان يرى قمم الجبال وما في الجبال وهكذا الامور الاخرى من يهاب صعود الجبال يعيش ابدا بين الحفر لان الخوف هنا مانع حاجب من التقدم و الاقدام الخوف الامام يبين ان هذا معول هدم للانسان لقدرات الانسان لطاقاته اذا تجاوز الخوف تتفتق قدراته تنشط طاقاته تزدهر قواه العقليه والذهنيه والنفسيه اما الخوف يكبل الانسان يقيد الانسان يضع على يديه وعلى فكره وعلى لسانه غل فلذلك التأتأه وعدم الفصاحه دائما تصيب من يخاف كثير الخوف او من يتعرض الى صدمات قويه ترهبه تفزعه يصاب بالتأتأة وبعدم الانطلاق والفصاحة بينما الذي يكون شجاعا ويواجه هذه المخاوف فإن لسانه وفكره وذاكرته تنطلق وتكون هائلة جدا وتعزز الثقة بذاته فالنفوس فيما تتوقع كراهته انفعالا كثيرا وفكرا عظيما في كيفيه دفعه والخلاص منه، هذا يشغل الفكر فاذا كان خوفه شديدا وكبيرا فيشل فكره ويحجب ذهنه عن التفكير الصائب ايضا. وهذا هي الخطوره، وهنا الخطوره التي يحذر منها امير المؤمنين، اذا هبت امرا فقع فيه. فان شده توقيه اعظم مما تخاف منه، هذه الحاله النفسيه، حاله الخوف اعظم من نفس الخوف الذي تخاف منه، من الشيء الذي تخاف منه، من الامر الذي تخاف منه. هذا الامر الذي تخافه ليس باكبر من الحاله النفسيه التي تعتريك من ذلك الامر فانت يجب ان تفكر باثار هذا الخوف حتى تقدم على مواجهه هذا الامر الذي تخافه كثير من الناس يخاف من انه في الامتحان انه يرسب او انه يفشل في الامتحان وبالتالي يفشل نتيجه الخوف الذي اصابه، هذا الخوف هو الذي اوقعه في الفشل. كيف نتخلص من ذلك؟ في هذه الكلمه حل للخلاص من هذه المشكله من هذه الافه التي تعتري الانسان من النجاح من التقدم من الفوز فالخوف نابع ما من جهله الإنسان الناس أعداء ما جهلوا يخاف من شيء فيجهل شيء فيخاف الأقدام فيه أو يجهل عواقبه ونتائجه فيخشى المخاطرة فيه هذه المخاوف يجب أن تؤطر حركه الانسان لا ان تمنعه توجهه وتبين كيفيه السلوك لا ان تمنعه من الاقدام وقد يكون الخوف من الجبن الذي يعتري الانسان من حاله الحالة النفسية التي تمنعه من الإقدام فإذا نستلم من هذه الكلمة أن الخوف الشديد السلبي يمنع الإنسان من التقدم بمجرد الإنسان يرفع هذا الخوف ويقدم إلى هذا الشيء تتفجر طاقاته النفسية والعقلية واللغوية وإلى آخر من الطاقات وإذا امتنع فإنها تموت هذه الطاقات. فإنها تبذل وتذبل هذه الطاقات في نفسه وفي عقله وفي ذهنه. وسنكمل هذه الحلقة في حلقة أخرى إن شاء الله وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.